واحد يسجلها هي المنشور، منشور الدعوة لعقد الانتخابات اللي كالعادة معناها كما تعودنا في فترة بن علي وحتى التوى نفس الممارسات في آخر الجمعة. طلبة ما يجيوش الكلية جينيرالمون يابت منشور قبل بأربع أيام من الانتخابات، طلبة مش مستعدين من ناحية نفسية، مش مستعدين معناها من ناحية مادية باش ينظموا الانتخابات ويقوموا بحملة انتخابية معناها على وقت كبير ونجم يوصلوا صوتهم للطلبة المعنيين نتاعهم. وهذا اللي أثر بالطبيعة على حضور تاع الطلبة اليوم، أن يعني نسبة المشاركة على الأقل في كليتنا كانت قدر معناها ماهيش في قدر المأمول، وهذا هو معناها في علاقة بالمنشور. انا حبيت نختار اني نعمل تيار جديد داخل الجامعه، تيار مستقل، تيار محايد، خاصه محايد مش تابع معناها الاحزاب السياسيه، ما يكونش بوق الاحزاب السياسيه، تيار جديد يكون يدافع على مصلحه الطلبه دون اي انتماء. وكهو معناها ما خفتش من انه استقطاب ثنائي هذا، وانا ما نحبوش معناها يكون استقطاب ثنائي، حبيت نعطي خيار ثالث، خيار جديد معناها للطالب. وكهو تشوف انه زوج مطالبات يكونوا جديرين، يعني هما بالدفاع على مصالح الطلبه في الاجيال؟ لا ينجموا يكونوا جديرين، علاش؟ كل منظمه عندها تاريخها، معناها خاصة الاتحاد العام لطلبة تونس معناها معروف وعنده نضالاته وانجازاته. الاتحاد العام التونسي لطلبة معناها جاته فترات ما نشطش فيها، وكهو ما نحبش نحكم عليهم اللي هما مش جديرين، خاطر هما يدافعوا على الطلبة ديما. أما أنا معناها عندي الحق، زادة مانيش نقابة، ما ندافع على الطلبة في المجلس العلمي. أول حاجة شاركنا كاتحاد عام تونس الطلبة في الانتخابات هذا السنة من أجل إنجاح العرس الانتخابي، من أجل يعني إرساء لبنة من لبنات انتقاد ديمقراطي داخل الجامعة التونسية. حاولنا أنه بالحق نغير الوجوه الموجودة داخل الجامعة، نفس الوجوه يعني تطلع كل عام، مريناش إصلاحات جذرية حقت، مريناش أنه جامعة تونسية ولا جنة على الأرض، رينا حالة مزرية ومزرية للغاية، رينا حقوق الطلبة يعني وقع دوسها، رينا بالحق مشاكل كبيرة طالب يعاني منها، رينا منحة مش معمة على الطلبة، رينا مشاكل كبيرة، هذا اللي ريناه عليك نحبوا نشاركوا في انتخابات المجلس العالمية وانه ندخلوا في العملية الانتخابية ديمقراطية. مسألة ثانية، ملاحظات فيما يخص الحملة الانتخابية اللي صارت اليوم، أو اليوم الأصل فيه انه صمت انتخابي، لأنه انه فاشل، يعني اجتماعات عامة تفوت أكثر من ساعتين وغناء وتوزيع أوراق وحملات انتخابية على أعلى مستوى. اليوم يوم الانتخابات يوم الأربعاء، هذه مسألة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا وحتى عرفيا في الانتخابات، هذه مسألة مرفوضة ومرفوضة يعني بصفة قطعية. بالفضل السياسي بمحمد هماني ابن أبي البركاتي بالشهداء 78 و84 منتصرون بالتاريخ الحرية، منتصرون بالأجساد التي تقال على الاستبداد والعمالة، فجدران الاستبداد غير قادرة على بناء تمثال الحرية. الانتخابات اللي كانت قبل الثورة كانت تاقعة، طلبة كانوا ممثلين في المجالس العلمية وتاقعة انتخابات ديمقراطية، زادة نقول لك كل صراحة، بقاءك الوقت هذاك موازين القوى كان في صالح التجمع، ولذلك معناتها غالي، لكن مش دائما هم اللي يكسبوا رغم هذا، وفما نوع من المساحة اللي موجودة داخل الكليات يعني بصفة عامة، على عكس ما يظهر بالنسبة للبعض من الخارج، وأنه كان فما نوع يعني من الديمقراطية والحرية داخل المؤسسة الجامعية، يعني وكأنها حيز موجود إلى حد ما. حاولنا باش نحافظوا على نوع من التعايش السلمي أقول بين كل الفصائل الطلابية، وخاصة منهم معناتها اللوجات واللوجاتيو، يعني هم الممثلين والمستقلين، يعني الآخرين يعني عددهم يكون ماهوش كبير ياسر. فهك تشوف الجو الاحتفالي الانتخابي، وفما حملة انتخابية بأتم معنى الكلمة، ورغم هكا بعض الكلمات او بعض الشعارات هكا في بعض الاحيان هكا تزعج نوعا ما، لكن انا ما تقلقنيش واعتبره انه جو ديمقراطي، وبحول الله معناتها
يكون النتائج هي التي تكون فيصل، وندخل في عملية متاع نوع من العيش بين الطلبة في جو اللي يسمح أن الدراسة تتم في أحسن الظروف، وكذلك كل يدافع على الأراء متاعه لأنه عندهم هم خلفيات سياسية، هذا لا أحد يمكن أن ينكره، ونحاول إحنا بقدر الإمكان يقعدوا يعني فك الخطاب اللي يتعلق بالمصالح متاع الطلبة، لكن ما نجموش نمنعوا أنهم يخرجوا في بعض الأحيان شعارات اللي توحي وأنه فما نوع من الانتماءات، وهذا لا يخفى على أحد. أخبار نتاع اكتساح من جميع الجامعية الأخرى في مختلف الجهات، وهو اللي كان متوقع يعني قائمات الاتحاد العام لطلبة تونس قائمات الشهيد شكري بالعيد تفوز في أغلب الجهات. وبالنسبة لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس طلعت الريزلتان تاع الماستير الرفيق شوق صعيديني على اتحاد الطلبة اكتسح فاز بمقعد، ومازال الفرز حاليا نتاع مرحلة ليسونس، ونتوقع فوز رفيقاتنا في الاتحاد الطلبة واكتساح جديد.